je pense. هذاك دي مو تكنيك في التايكواندو، فما نقولوا جو ولا اتاك ولا اللون الازرق اللي رابح 6-1. كيجي راه من هنا خرج من هنا هاك بالروج خلطت الفيل كنت كلابس بالاحمر خلطت وفات عليه كان 6-1 تو ولا 6-8 الزرقاء شنو اللي خرجها؟ كيجير عملوا الازرق على شنو؟ النقطة ما كيلو يلعبوا من الجهة الأخرى زاد فات الجولة الأولى